ليس عليهم التعاطف معه في هذه المسألة. هذا هو الحل. نصف ساعة وتقريبا ربع ساعة يعني قبل أن أترك الهاتف. أهلا بكم يا أصدقاء. أهلا بكم يا أصدقاء من كل أنحاء العالم. أنا مراد. وأنا زينب. أهلا يا زينب. منذ زمن لم ألتقي أنا وزينب، كيف حالك يا زينب؟ بخير. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا جدا، ما هو يا زينب؟ الآباء والأمهات اتجاه أبنائهم. فيما يخص ماذا تجاه أبنائهم؟ الهواتف. الهواتف. أنا الآن، أنت يا زينب تحدثت بمسألة كل أب وكل أم لديهم إشكال كبير في هذه المسألة مع أبنائهم، أليس كذلك؟ نعم. أنا وزينب بالمناسبة سنتحدث اللغة العربية الفصحى، لا نتحدث بشيء آخر، صحيح؟ نعم صحيح. طيب يا زينب، قبل أن نبدأ يعني ونستمع إلى توصية مهمة من زينب في نهاية هذه الحلقة، يعني توصية مهمة جدا، أريد أن أسألك عدة أسئلة. كم ساعة تستخدمين الهاتف في اليوم؟ تقريبا نصف ساعة. نصف ساعة؟ أنت فتاة يعني نادرة الوجود إذن. فقط نصف ساعة؟ نصف ساعة وتقريبا ربع ساعة يعني قبل أن أترك الهاتف. وربع ساعة أيضاً يعني قبل أن نترك الهاتف، لأن ترك الهاتف مسألة صعبة. صحيح؟ يعني عندما يأخذ الإنسان الهاتف مسألة سهلة، لكن عندما يترك، لكن عندما يتركه كأنه يصاب بوغزة. يصاب بماذا؟ وغزة. وغزة يا كذا يعني يا حبيبي أيها الهاتف سوف تبتعد عني، صحيح؟ إذا تركه مسألة صعبة. لذلك الأباء والأمهات يعانون مع أبنائهم تجاه مسألة يعني ال 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 التدقيق على أبنائهم فيما يخص الوقت. أول نحن نتحدث عن فكرة منح الهاتف للأبناء وضمن وقت محدد، أما ماذا يشاهدون على هذا الهاتف فهذه حلقة أخرى. نعم. صحيح؟ طيب زينب، يعني عندما تريدين أن تأخذي الهاتف هل هناك يوجد أوقات محددة؟ نعم. متى؟ مثلاً بعدما أن أعود من المدرسة وأتناول غدائي أخذ قسطاً من الراحة مع الهاتف، ثم أبدأ بوضع واجباتي والمراجعة هكذا. هل يوجد لك هاتف محدد مخصص لك في المنزل؟ أنت أخذين هاتف البابا أو الماما؟ أخذت هاتف ولأني أخرج أحتاج إلى أرقام لأتصل بعض المرات، أحتفظ به، وعندما أكون بمفردي يعني سجلت القليل من الألعاب ألتهي بها. عندما تستخدمين الهاتف تلعبين، إذن هي لا تشاهد مثلا يوتيوب أو فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك أو هكذا؟ أكبر مني. أكبر منك؟ نعم. من علمك هذا؟ أمي. ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا زينب لا تشاهد يوتيوب أو تيك توك أو إنستغرام أو آخره، لكنها تلعب ألعاب إلكترونية لمدة نصف ساعة وربع ساعة هكذا تهريب، أليس كذلك؟ يعني هكذا من خلف البابا والماما، أليس كذلك؟ إذا 45 دقيقة يوميا على الهاتف يا زينب، صحيح؟ طيب طب عندما تأخذين الهاتف أين تجلسين في المنزل؟ إما فوق فراشي أو فوق مكتب أخي، لأننا نلعب مع بعض، لأنكم تلعبون سوية. نعم. كم عمر أخيك؟ 12 سنة. 12 سنة، إذن هو يكبرك بأربع سنوات. نعم. أليس كذلك؟ نعم. طيب مسألة أن نعطي أبناءنا الهاتف مسألة معقدة جدا. معظم الأبناء يا زينب يريدون أن يأخذوا الهاتف لساعات طويلة جدا جدا جدا. نعم. دون حساب، وعندما نريد أن نأخذ منهم الهاتف يبكون ويصرخون ويغضبون، لا يريدون تركه أبدا. طيب لو أردنا في نهاية يعني هذا اللقاء السريع المباشر أن نقول شيء للأب والأم بلسان الأطفال، أنت ستتحدثين عن الأطفال مع الأب والأم، ماذا تريدين أن تقولين للأب والأم؟
تفضلي يا زينب. أود أن أنصحهم بعدم إعطاء الأبناء الهواتف خاصة بهم لكي يستعملوها ويلعبوا بها، خاصة وهم صغار، فهم سيحرقون المراحل وهذا ليس جيدا لهم. وإذا أصر الطفل على أن يأخذ الهاتف يا زينب، ماذا تفعل الأم أو ماذا يفعل الأب؟ يمنعونه، ينصحونه، يقولون له لا لا الهاتف ليس جيدا ويرفضون، ليس عليهم التعاطف معه في هذه المسألة كي لا يصير ابنهم مدمنا. هل سمعتما؟ لا يجب أن تتعاطفا مع الطفل في هذه المسألة، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الحل. إذن كانت هذه التوصية التي قالتها زينب، وأنا حقيقة أشد على يدها وعلى أيديكم أيضا أن تأخذوا بها. وكانت هذه حلقة اليوم فيما يخص استخدام الهواتف. شكرا جزيلا لكم ولمتابعتكم، انتظرونا في الحلقة القادمة. أنا وزينب، ماذا تقولين لنا زينب في نهاية الحلقة؟ أقول لهم أن ينتبهوا جيدا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا بنا يا زينب.